سيغير نظام الحاوية الذكية مفهومنا لعمليات جمع ونقل النفايات، وذلك من خلال تركيب جهاز حساس لاسلكي يمكنه قياس كمية النفايات في الحاوية. من خلال نظام الحاوية الذكية يمكنكم مراقبة كمية النفايات الحالية في الحاويات، كما يمكنك التنبؤ بموعد امتلائها. كما يمكنك نظام الحاوية الذكية من الربط مع جداول التحميل وخطوط السير ضمن نظام إدارة ورقابة المركبات لديك. وبذلك عوضا عن القيادة في خطوط سير ثابتة، يمكنك تحسين جداول التحميل وخطوط السير بناء على قراءات واضحة عن الحاويات التي تحتاج إلى تفريغ. من خلال هذه القدرة على التخطيط يمكنك تخفيض تكاليفك بنسبة 40%، حيث ستحتاج لعدد مركبات أقل وكميات أقل من الوقود، بالإضافة لإنجاز الأعمال في وقت أقل. تخيل الآن الفرق عندما تكون المركبات والنفايات أقل على الطرقات.